الاثنين كيلو بتاع السمنة في السوق تمنهم 17 جنيه استرليني، لو عندك كلاب كار ب15 جنيه. بس أنا هنا هعمل السمنة البيتية. في الميزان أنا خطيت البرطمان المعقمة وعليها المصفى وزنت 886، وبعد ما صفيت السمنة وزنت 2217. هخلي لكم أنتوا تعملوا الحساب ويعني تطرحوا عشان تتأكدوا هل أنتوا عايزين تعملوا السمنة البيتية أو تشتروها جاهزة. طيب أنا أول حاجة بحضر في الصحن موية وبخطه جنبي، وهنا لأول مرة أنا استعملت الإكسترا ثيك دبل كريم من ليدل. بصراحة الجودة بتاعته عجبتني كتير جدا جدا جدا، عادة بشتري من تسكو. طيب هنا هستعمل 10 علب من الإكسترا ثيك دبل كريم، والوزن في كل علبة 150 جرام، على ما أعتقد احتمال يكون 200 جرام، يمكن فوتت الحتة دي. في الخلاطة بفضي كل العلب، وبعد كده يعني الموضوع بياخد صبر علشان تعملوا أفضل جودة بتاعة سمنة بيتية يعني، وطعمها رهيب وتعمل لكم أحلى الخبيز وأحلى خميرة لبن وقرقوش أو فايش، وكمان الطبيخ. وبتلاحظون أن طوالي في الطبيخ بستعمل السمنة البيتية وما بحب الزيت. بفضي كل العلب في الخلاطة، وبعد كده ببتدي بضربهم. وحاولوا انتوا كمان تغطوا يعني الغطا من فوق بنايلون عشان هي ممكن تطرطش وتطلع الموية كلها البرة. بتاخد يعني الضرب تقريبا، عشان هي دي كمية كبيرة، بتاخد تقريبا من 5 ل6 دقائق انا بضربهم لحد ما تبقى يعني كريمة قوية، وحاسة هنا قلبت للزبدة والحليب بينزل لتحت. في الحلة انا حطيت حاجة بسيطة من المستكة بتديها نكهة، ونص كوباية من البر، وببتدي هنا بعملهم كور وبحصر كل يعني الحليب الزايد المنة، وبغسلها في الموية عشان لو فيها زيادة بتاعت ملح تنزل في الموية، وبخطهم كلهم في الحلة. بالنسبة للحليب الطلع منة أنا يعني بصفيه وبخليه في الفريزر عشان بعمل به مخبوزات. بولع على النار، النار لازم تكون أصغر شعلة، هادية جدا جدا عشان ما تحرقها. بتبتدي هي بتسيح وبتسخن وبتطلع الريمة الفوق دي، وتشيلوا الريمة كده كل شوية. والريمة دي برضو حنستعملها في الخبيز، في خمرة اللبن، في القرقوش، في الفايش، في الفطاير، في المخبوزات كلها، بتطلع لكم أحلى مخبوزات. تخلوها في الفريزر. قعدت الحكاية دي يعني السمنة دي عشان يعني تبقى صافية كده، يعني تتغير يعني الريمة وتبقى كده زي الفقاقيع من فوق. وآخر حاجة بخليها يعني لما توصل المرحلة الغليان وبطفي عليها، ما عايزة أغليها كتير، شايفين ابتدت خلاص الريمة تبقى معايا بيضة، بخليها تهدى تماما يعني تبرد، وبعد كده بصفيها في البرطمانة المعقمة. ولازم تكون برطمانة معقمة عشان ما تبوظ معاكم، ممكن تخلوها في التلاجة أو تخلوها برا لو الجو بارد معاكم. وإن شاء الله الفيديو ده يطلع إكسبلور ويصل المليون ويصلح حال السودان ويجعل سلام وأمان، وتعملوا السمنة دائما في البيت أفضل لكم.